الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة للجميع، وشكري وتقديري لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو في شخص مديرها السيد سالم بن محمد المالك، والشكر موصول للدكتور عادل بوراوي مدير مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها على دعوته لي للمساهمة بهذا العرض المعنون بمؤهلات مدارس النفسية والمعرفية والتربوية. مما لا شك فيه أن اللغة العربية أصبحت تكتسي أهمية بالغة في عصرنا الراهن، سواء من قبل الباحثين المختصين في علوم اللسانيات بكل فروعها، أو من قبل أفراد يرومون تعلمها والتحكم فيها لأغراض عدة. وازدياد هذا الاهتمام بالعربية خلق جوا جديدا في العالم العربي وحركية لم نعهدها من قبل، رفعت عدد الأبحاث العلمية الرصينة في المجال، وخلقت مسارات جديدة في مراكز البحث والتكوين في الجامعات العربية والإسلامية والأجنبية على حد سواء، وعددت نسبة المعاهد والمدارس التي اتخذت من تعليم اللغة العربية وتعلمها شغلها الشاغل. سأجيب بحول الله في مداخلتي هاته عن مجموعة من الأسئلة التي توصلت بها من قبل المنظمة الإيسيسكو، وأبدأ بالسؤال الأول: ما المؤهلات النفسية والمعرفية والتربوية التي يجب توافرها في معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟ إننا هنا نركز على 4 مرتكزات كبرى، ويمكن للطالب أو لمعلم اللغة العربية أن يتوسع فيها بإذن الله. أولا، الإعداد اللغوي، ونقصد به تكوين وتأهيل وتدريب المدرس في مجال اللغة العربية وعلوم الآلة بشكل أكبر من صرف ونحو وبلاغة وغيرها. ويمكن تجميع هذه النقاط في 4 نقاط كبرى، ألا وهي الصوت والصرف والنحو والبلاغة بطبيعة الحال. ثم المرتكز الثاني، ألا وهو الإعداد المعرفي، وهنا نقصد تمكين المدرس من العلوم اللسانية النظرية منها والتطبيقية وما استجد منها. ثم المرتكز الثالث، ألا وهو الإعداد التربوي، وهو تمكين مدرس اللغة العربية من مناهج تعليم اللغة العربية واستراتيجية تقديمها وتبسيطها للمتعلمين بصفتها لغة أجنبية، وطرق تقديم الثقافة العربية دون خلق صدمة ثقافية، وأيضا حسن استخدام الكتاب المدرسي وتحليل الأخطاء وكيفية بناء تدريبات لغوية وبناء البرامج وغيرها من النقاط والمحاور الكبرى في هذا المجال. ثم المرتكز الأخير، ألا وهو الإعداد النفسي لهذا المدرس، والذي يغفل عنه كثير من المؤهلين وكثير من المكونين والمدربين في المجال، وهو تحضير هذا المدرس للتعامل مع الطلاب بشكل كبير جدا، وأيضا التمييز بين خصوصية هؤلاء الطلاب وبين الفروق أيضا في هذه المجالات، بين مجال التعليم العربي للناطقين بها وأيضا للناطقين بغيرها من الطلاب، وإضافة إلى القدرة على تحمل الضغوط النفسية التي قد تواجه هذا المتعلم أو هذا المدرس أثناء تعامله مع الطلاب، إما لصعوبة فهمهم واستيعابهم للمادة المقدمة، أو فشلهم المتكرر في تطبيق ما تعلموه في الصف مع هذا المدرس أو ذاك. السؤال الثاني، هل من توصيف للحد الأدنى للمؤهلات النفسية والمعرفية والتربوية الذي على معلم العربية المتطوع غير مختص أن يحصل عليها؟ طبعا يمكن التنازل في اختيار مدرس اللغة العربية عن بعض من هذه المرتكزات التي تم ذكرها، وذلك حسب ما نريده من مدرس اللغة. هل نريدها أن يدرس المبتدئين أو المتقدمين أو المتخصصين في المجال؟ هل نريدها أن يدرس اللغة العربية لأغراض عامة أو نريده أن يدرسها لأغراض خاصة؟ فإذا كان الهدف هو تدريس المبتدئين، فلا داعي أن نلزمه بمعرفة كل ما تم ذكره والتخصص فيه، بل يكفي أن يكون على معرفة باللغة العربية حتى يقدمها لهذا المتعلم بطريقة سليمة لا يعني شائبة فيها ولا تحديات، وأيضا أن يكون ملما بالتخصص المستهدف الذي يروم تقديمه لهذا المتعلم أو ذاك بطبيعة الحال. السؤال الثالث، أحيانا يتقدم لوظيفة المعلم من تتوفر فيه المؤهلات التعليمية والتربوية، ولكنه يعاني نقصا في المؤهلات النفسية، وأحيانا العكس. في هذه الحالة من هو الأنسب لشغل الوظيفة؟ بمعنى، ما هو النقص الذي يسهل علاجه؟ إننا حقيقة لا نتكلم في هذا المجال عن آلة أو عن جهاز روبوت نرفع فيه من هذه الميزة ونخفض من الأخرى، بل إننا نتحدث عن إنسان وعن علاقة إنسانية تفاعلية بين مدرس وطلاب.
لقد أثبتت التجارب الميدانية في كثير من المؤسسات التعليمية الخاصة بمجال اللغة العربية للناطقين بغيرها نجاح كثير من المدرسين رغم بعدهم عن الاختصاص ورغم افتقارهم للمؤهلات التربوية والعلمية، ولكنهم في المقابل يمتازون بحبهم للمجال واستعدادهم النفسي للعطاء والتقدم والتعلم وامتلاكهم للقدرة على التواصل مع الآخر مع حسنه. لقد ساهمت شخصيتهم في تقريب أنفسهم للطالب وتحبيبها لهم، الأمر الذي يمهد لمستقبل مشرق في المجال وتكون خطوة ثابتة نحو النجاح بإذن الله، ويسهل بعد ذلك امتلاك المؤهلات التعليمية التربوية من خلال دورات تدريبية وتأهيلية في المجال. يستهدف السؤال الرابع أو حسب السؤال الرابع يضطر الكثير من خريجي الكليات الشرعية شريعة أصول الدين إلى تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وليست لديهم معرفة بطرق تدريسها سوى معرفتهم باللغة العربية. بما تنصحون هؤلاء وما الدورات التأهيلية أو الكتب المعينة التي تساعد على رفع كفاءتهم في التدريس؟ ينطبق جوابنا عن السؤال السابق مع هذا السؤال، ونؤكد أنه من خلال تجارب كثيرة من المعاهد والمؤسسات الخاصة بالمجال أنها قد وظفت أساتذة متخرجون من شعبة اللغة الإنجليزية مثلاً، وقد أبان كثير منهم عن قدرة عالية في التواصل مع الطلاب الأجانب، وساعدهم في ذلك انفتاحهم على الثقافات الأجنبية وحبهم للمجال أو لمجال التدريس واهتمامهم بالطالب وحب الاستزادة في العلم والمعرفة والتقرب من الثقافة الأخرى. وعليه فمعيار التخصص في اللغة العربية ليس إجباريا في جميع الحالات، خاصة عندما نتحدث عن المستويات الدنيا في تعلم اللغة العربية، إن قضية التخصص أمر نسبي في كثير من الأحيان، فقد يكون مدرس اللغة عالما بمجال تعليم اللغات وتعلمها ومتخصصا في المجال وله كتب ومؤلفات عديدة، ومدرب مؤطر مئات من أساتذة اللغة العربية عبر العالم، ولكنه قد يكون رغم ذلك كله فاشلا ويرفضه الطلاب والعكس صحيح. فالمعرفة مطروحة على الطريق كما قال الجاحظ، ولكن حب المجال والقدرة على الإبداع فيه أمر يصعب اكتسابه ويستعصي تعلمه. وفي هذه الفترة مع جائحة كورونا أصبحت عدد الدورات عن بعد ويعني عبر الشبكة الإلكترونية أصبحت كثيرة جدا، والكتب الحمد لله أصبحت يعني بالمئات، لم يعد الأمر يعني مستعصيا على المدرسين وعلى المهتمين بالمجال، لأن المعلومة الآن موجودة على الإنترنت ويمكن الوصول إليها بسهولة كبيرة جدا. سؤال خامس، ما أهم الفروق بين مهارات التدريس للناطقين بالعربية والناطقين بغيرها؟ يختلف حقيقة النظر لمجال تعليم اللغة العربية لأهلها عن الناطقين بغيرها اختلافا بينا وواضحا، وإن صعب الأمر على كثير من مدرسي اللغة العربية أنفسهم، ويتجلى هذا الاختلاف في نقاط كثيرة نحصل منها ما يلي: اللهجات العربية مثلا، لا نقف مع المتعلمين من أهل اللغة على كثير من التفاصيل اللغوية خاصة المفردات والعبارات، وذلك لتواجدها في عاميتهم التي اكتسبوها في محيطهم الخاص، بينما نتطرق مع الناطقين بغير العربية لكل مفردة ولكل عبارة بالشرح والتوضيح والتبسيط لأنها جديدة عليه طبعا. فكرة أو مصطلحي الاكتساب والتعلم، العرب اكتسبوا اللهجات العربية وهي تقارب الفصحى في كثير من الجوانب، وتعلم لها ما هو إلا تثبيت وصقل مع التركيز أكثر على مهارة القراءة والكتابة. بنية اللغة العربية أيضا، اعتماد أهل اللغة العربية على أصواتها ومفرداتها وتركيبها من خلال عاميتهم، الأمر الذي يسرع من وثيرة التعامل مع الفصحى عكس الطالب غير العربية أو من أصول غير عربية. الدين والثقافة، إن الانتماء الطلاب العرب أو غالبيتهم على الأقل الثقافة العربية والدين الإسلامي قوى قدرتهم على التعامل مع اللغة العربية بأريحية تتجاوز التعامل الأجنبي معها، فيصعب على هذا الغريب عن العربية فهم كثير من العبارات وإن ترجمها للغته الأصلية لأنها وليدة الثقافة العربية والدين الإسلامي. وفي هذه النقطة يتشارك الطالب المسلم وغير العربي مع العربي بطبيعة الحال. ونجد أيضا نقاط أخرى مثل النحو والبلاغة، أهداف تعلم اللغة العربية، المقررات الدراسية وعقلية المتعلم، كلها نقاط تجعل من طرق تعامل مع الطالب غير العربي والتعامل الأجنبي يختلف طبعا مع التعامل مع الطالب العربي. السؤال السادس والأخير، كيف أستطيع أن أكون محبوبا
لدى الطلاب. ليس من السهل أن أصبح محبوبا من قبل طلابي ما لم أفهم عقلية هذا الطالب واحتياجاته الخاصة أثناء تعلمه للغة العربية، ولا يتحقق هذا الأمر إلا إذا كان مدرس اللغة العربية يحب اللغة العربية ومجال التدريس بصفة عامة، يحدد أهداف الدرس وأهداف المرحلة التعليمية بأسرها انطلاقا من اهتمامات المتعلمين، يضع برنامجا واضحا يسهل على الطلاب تتبعه وتمكن منه، يستثمر الوسائل التعليمية خير استثمار، يحسن إدارة الصف ويمتاز بقدرة عالية على تحفيز متعلمي اللغة العربية. بمعنى نقاط كثيرة جدا يصعب في هذا الوقت أن يعني نقدم كل هذه النقاط. يمتاز بالحيوية والنشاط داخل الصف، قدرة عالية على تبسيط المادة التعليمية وحسن تمريرها، يمكن كل الطلاب من فرصة المشاركة والإنتاج داخل الصف مع احترام هذا الطالب وتقديره وإعطائه قيمة داخل هذا الصف بطبيعة الحال. وختاما يمكن القول إن دور مدرس اللغة العربية كان وما زال وسيبقى مهما رغم تركيز النظريات الحديثة على طالب اللغة، إنه أي مدرس اللغة محرك العملية التعليمية ومفعل لها، فهو المخطط والمدبر والمقوم والمدعم. ولا يبقى لي إلا أن أشكركم على حسن إنصاتكم واهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.